مرحبات. يسعدني ويشرفنا ان يتواجد الاجانب رئيس فريق وفا الاستاذ اسماعيل جاري. ليله بهيجه وسعيده بكل تاكيد بالنسبه للبيت الكبير بيت الزعيم بيت الوفا. كلمه لهذه المناسبه لعبد الرحمن. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على كل حال. احد للملاذ. ايوه يستاهل الاخ عبد الرحمن الملاذ، حبيبنا وولدنا وصاحبنا، يستاهل كل خير. الله يبارك له ان شاء الله، وان شاء الله للاعلى، منها للاعلى ان شاء الله. سوينا المناوره هذه حبيه وجمعنا الاحباب، وذا تكريما له وفرحه له ان شاء الله. باذن الله يتوفق في حياته ان شاء الله العمليه والزوجيه ان شاء الله في قادم الايام. نتمنى له التوفيق. نصيحه اكيد، خلاص وقت الزواج الان وبعدين نقول له النصائح الثانيه. فالكم توفيق ان شاء الله، يعطيك العافيه. السلام عليكم.